الدورات الرمضانية لما تيجي تتكلم عنها مش حاجة مثلا ظاهرة زي ما كنا بنتابع التقرير، مش حاجة جديدة مثلا الأجيال الجديدة مثلا ما سمعتش عنها لحد دلوقتي، موجودة أجيال قبلنا بكتير جدا وسبقتنا كانت بتعمل الدورات الرمضانية وبتشارك فيها، وإحنا كمان واللي بعدنا واللي بعدهم كمان هيستمروا، بس هي بتتطور ودي الحلو اللي طبعا بتشهده الدورات الرمضانية. يمكن زمان كان الوضع مختلف تماما أو أقل بكتير من الإمكانيات الموجودة، ما كانش بيبقى فيه جوائز دلوقتي زي دلوقتي، ما فيش تنظيم زي دلوقتي، لكن ما فيش حد يا احمد تقدر ان انت تساله شاركت قبل كده او تسمع عن الدورات الرمضانيه لو مصري ويقول لك لا ما اعرفهاش. اكيد كلنا لو شاركنا ما لعبهاش يبقى اتفرج عليها. اكيد يعني الصوره اللي حضرتك شفتوها دي بتقول ان ما فيش حاجه بتمنع المصريين من حب كره القدم، بالظبط. يعني على ارض اسفلت، على ارض بلاط، على ارض تراب، على ارض انجيل طبيعي انجيل صناعي، هتلاقي الناس دايما في رمضان بالذات هو واحد من، يعني ما اعرفش، طبعا هو طبعا كره طول السنه رياضه وممارسه، وانا عارف المصريين بمختلف اعمارهم بيحبوا الكوره، لكن في رمضان برضو زي كل حاجه ما بيبقى ليها طعم مختلف، زي ما اللمه بتبقى ليها بالظبط طعم مختلف، الاكله الحلوه ليها طعم مختلف، الدورة الكوره كمان الرمضانية بيبقى ليها، ليها طعم مختلف. والحلو بقى ان دلوقتي دخل عليها كمان دورات رمضانية نسائية. انا شاركت في واحدة السنة اللي او كنت هسألك والله شاركتي في كام دوره شكلي رمضانيه؟ شاركت السنة اللي فاتت كانت دورة المتحدة وانا جبت جول بتاع الفوز، انا عمالة اقول زي كابتن مجدي عبد الغني الجول. لا ده ماتشات مرجان احمد مرجان. لا والله كانت حلوه، والله العظيم كانت تنافسيه على قدنا يعني، بس حلو ان كمان في عنصر كان نسائي طبعا موجود، فده التطوير اللي احنا بنتكلم عليه اكيد. وشفتي عارفه التقرير اللي شفناه ده، وانت تشوفي سيبك من الكوره بقى، الجماهير الجماهير اللي قاعده، خدت بالي. ناس كبيره وناس صغيره واولاد صغيرين، يعني هو ده الجمهور اللي احنا نفسنا بقى نشوفه بشكل اكبر. يعني انا طبعا بحب جماهير الكوره والجماهير اللي بتشجع 90 دقيقه والجماهير المتحمسه بشكل جنوني لفرقتها، بيدوا طعم للماتش، لكن نفسي اشوف المدرجات مليانه بكل فئات المجتمع، ناس كبيره وناس روح صغيره، تانية، روح تانية سيدات وانسات ورجال، يعني اسره مع بعضها، بالظبط. اصحاب مع بعضهم، نفسي المشهد ده ده نرجع كان فيه نشوفه ردع والله يعني مش هقول اطفال، كان فيه ردع، فيعني صحيح. ده العادي طب بتاعنا ده كجماهير رايي طبعا. انا ونهاوند في قصه الدورات الرمضانيه.